السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرضا ان انا عايز اعمل تثبيت او تجميد لعنصر بحيث ان هو ما يحصلوش اي حاجة لو انا بعمل ديليت او بعمل كات او اي حاجة من الحاجات اللي انا ممكن احركها او موف. بقف على العنصر واختار من موديفاي الاوبجكت كلمة بين. بين دي بتثبت العنصر، بمعنى ان انا لما اعلم على كمية كبيرة من العناصر واجي احركها يجيب لي رسالة يقول لي في عنصر مش هيقدر يتحرك، محتاج ان انا اعمل له ديسكونكت. تمام. طيب دلوقتي لو انا عايز احركها بقف على عنصر تاني واقول له ام بين. دلوقتي اللي ان انا احرك العنصر زي ما انا عايز، مجموعة العناصر كلها عملها تحريكة كله بيتحركوا معايا بدون اي مشاكل. عمرو سليم.